فيها شويه صعوبات الى بغيتي تبدا من ديبار، عندها مشاكل ديالها وعندها الصعوبات ديالها، وتتخصها كشويه الماديات وخصك شويه الصبر باش تساهم في الحفلات، يعني تقريبا باقل الثمن وربما فابور وربما تضحي بالحوايج وما تلقى حتى بعض المسائل باش تخلص الحوايج. ولكن في الوقت حاليا الحمد لله راه الوقت استمرات ونجحات والفنانه بخير وعلى خير، لا امازيغيين ولا العرب راه الحمد لله لقد عندنا الحمد لله تحركات في المغرب، الله عطينا السلامه ولهنا هو الاساس في المسائل اللي هما سميتو الحمد لله الاستمرار والاستقرار اللي كان في المغرب ساعدنا باش نزعم روسنا في الفن ونزيد لقدام الحمد لله. وكل شيء الفنانة راه الحمد لله راه عايشين بخير وعلى خير في المغرب. كذلك الداب اللي قال لك راه مكرشين وكذا وكذا راه داك الشيء غير الاشاعات، لا الحمد لله ما خصهم والو. واش عايشين من الفن ولا من شي حاجه اخرى؟ حيت بزاف تيقول لك الفن في المغرب راه ما تيعيش. اش بغيت نقول لك؟ كاين اللي تيقول ما كيعيش، ولكن اللي ما عنده الفن، اما اللي عنده الفن راه عايش اكثر من العيش. وما يمكنش انا نكون في الفن الا ما عيشنا، ما يمكنش انا نكون مهني الا ما عيشنا، غنبدل الصناعه وندير اخرى شي حاجه اخرى، واخا نبيع الدقاسه في الزنقه ولا سميتو غنحيد من الفن، ولكن راه عايشنا الفن. الفن راه عايشنا فيه كما بغينا، ومشينا فيه كما بغينا، وما خلينا لا في الداخل ولا في الخارج، وبهذه اللبسه وبهذه الصوره مشينا للعالم الحمد لله. كنشوفوكم فوق الخشبه كديروا واحد الرقصات اللي جميله فولكلوريه، كيفاش كتجيبوا هذه الافكار ديال هذه الرقصات وكيفاش اش بغيت نقول لك؟ هذاك الرقصه راه قصرها اصل ماشي ديالتنا حنا، لقيناها واستمرنا فيها ومازال تنخلو فيها، حيت الناس القدام تقنوا ذاك الرقص وتقنوا ذاك الضرب وبالحساب، وما خص اي واحد الا تلقى ما قداش خص يحيد. ولكن الحمد لله باقي الشباب فرحنا، حنا كبرنا شويه ولكن الشباب الحمد لله كان اللي تعرف يتقن الفن ويتقن الدقه ويتقن الرجل كما شفتي انت داك الشيء اللي عجبك، وتنتمنى يستمر هذه البركه وتستمر في البلاد ديالنا. كنشوفوا بان هذا الفن في المغرب واخا هكاك بدا تينقرض بشويه بشويه خصوصا في بعض المناطق، شنو هي الجهود اللي كديروا باش تورثوه للجيل ديال الشباب؟ علاش تينقرض وعلاش تينقص؟ حيت الباديه كتخوى، حيت هو اصل الباديه ماشي اصل مدينه. هذا الفن اصل الباديه، اصل القبائل، اصل الدواور، اصل تما تيكون الفن الرقص احواش والفن والغناء والشعر في الباديه. ولكن الناس كان الهجره الى المدن، اغلبيه الشباب ربما قدك خيسك واخا يكون شي واحد يكون عربي ما عرف والو في هذا الشيء. صعيب باش يعني واحد في المية ولا 5% في الدراري هما اللي عطاو الوقت لهذا الرقص وهذه التراث الامازيغيه اللي هي مهمه وما خص تموت، وخصنا نموتوا عليها وما تموت هي. حنا هذا الشيء اللي كنتمناو.